يا حبيبي اهدى علينا شوي، لشو كل هالعصبيه؟ روجيه انت مش مقدر حجم المشكله. انا بقيت النيو عمده، ما ينفعش اول حاجه اوعد بيها اهل الكونتري بتاعتي تفكس كده. ده غير ان احنا عملنا ساوند سيستم وعزمنا اهل البلد كلهم. شوف لي اي حل تاني غير ان الحكايه دي تفكس. شوف لي اي حل. لك خيي روق روق. يعني ايه؟ يعني الصبيه ما بدها تغني يا خي، اعتبرها تعبانه مرضانه اي شيء. مرضانه ازاي؟ ما هي قاعده زي القرده قدامك اهي. خلي بالك احنا ماضيين عقد، والعقد فيه شرط جزائي، لو الحفله ما اتعملتش هتدفعوا الشرط الجزائي. شرط جزائي شو حبيبي؟ كنتراته جايبي ما في شيء. معقوله يا روزي ما شربتش حاجه لغايه دلوقتي؟ او ما اجيب لك بقى حاجه تشرب. ايه ده؟ ايه ده فعلا ما فيهوش شرط جزائي؟ انت هتستعبط يالا؟ انت عايز تقول انك مضيت العقد من غير ما تقراه؟ ما هو ما في شرط جزائي، الصبيه جاي تغني كومبليمون يعني من غير مصاري، وما بدها تغني. غني لك انا؟ اوفو فو 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 فو. ما حلو؟ حلو حلو، شوف لي حل في موضوع نيكول بقى. اخي حل من وين؟ شو اعمل حل؟ اقول لك شيء؟ بطلع برقص. يا عم انت ليه حاشر نفسك في الموضوع؟ انت فاكر نفسك في ستار اكاديمي هنا؟ فوق يا روجيه فوق. نيكول لو اتجوزت الجحش ده احلامك في الرقص والغنى هتطير. هتشتغل اوراداتي، اشوفك بقى في ناشونال جيوغرافيك.